الابواب، راحت الاثاث، راحت التلفزيون، الثلاثه، راحت الثلاجات، ولا بقى معنا اثاث اي حاجه. الحمد لله نقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف على المتضررين سواء فقيرا او غنيا. كائنا ما كان. والشباب احنا كلنا متضررين في المنطقه هذه. لا ما في حاجه، من يصبر يجلس حتى دقيقه واحده في هذا البيت، ما حد يقدر. يتحدث عما حل بمنزله الذي خرج به من الدنيا بعد كد واغتراب. كان يؤويه مع بناته الثمان وزوجته. احنا عندما جاءت القذيفة ونحن ساكنين في الدور الأسفل، يعني البدروم، لأننا ما شفنا إلا الغبار، يعني التنور بتظل الجهة الثانية مع الخبز مع الكل، يعني ما قدرنا نجلس يعني دقيقة. ضربت القذيفة الثانية متتالية، يضرب أول والثانية بعدها، يقول لك ربما في مسعفين على أساس إيش؟ صدقهم. تساوى الجميع في جبل الشماسي، فالدمار والقصف لم يستثني أحدا، ولم يترك منزلا إلا أصابته قذائف وصواريخ الميليشيات المتمركزة شرق المدينة. بعث رسالة للقادة حقنا المقاومة، وأن هذا الموقع هو الموقع الحساس للعدو والمعرقل لهم، ونريدهم أن يعيدوا لفت الانتباه لهذا الموقع ودعمه بالاحتياجات اللازمة لهم من الأسلحة النوعية، وإن شاء الله نحن منتصرين، وما بيننا وبين الحوثي إلا الشارع صالة عدن. بيوت الله لم تستثنى، بل كانت أكثر استهدافا وتدميرا، فحي الشماسي أصبح فارغا من السكان، وكذا بيوت الله أصبحت فارغة من روادها المصلين منذ أشهر. المنازل البيوت هذا لم تسلم، قد هم مستهدفين أبناء تعز. أما بالنسبة للمساجد حتى الذي كنا نقول أنها سوف تكون آمنة لم تسلم. هنا في جامع الحسين رضي الله عنه في جبل الشماسي لم يسلم من القصف. شوفوا إيش قدامكم، هذا يعني المناظر هذه ليش لم يعني ما بقول يعني قضايا في الله ثقال. حي الشماسي حيث الدمار أصبح هو السائد، لم تستثنى عمارة ولا منزل ولا مسجد ولا شارع ولا محل تجاري إلا دمر، وكأن أبناء الحي وسكانه هم أمريكا وإسرائيل. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.